السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيصل السيف. هذه مو مزهرية، هذه فعليا أداة تعقيم جوال وشحن في نفس الوقت. هذه اسمها أوبليو من شركة اسمها ليكسون، 79 يورو. الفكرة انه هذول يجوا تشبكهم على الشاحن، وهو شاحن 10 وامب تشي سيرتيفايد، فتصير تحط جوالك هنا ويقعد يشحن. ولكن الشيء الرايق، الأشعة اللي موجودة هنا أشعة فوق البنفسجية الألترا فايلوت، اللي هي بالفعل حتصير تعقم لك الجهاز وتجي من الجهة هذه، ومدة التعقيم نص ساعة يصير يعقم لك الجوال اللي موجود. فهنا الجوال تصير أنت تعقمه نص ساعة تقلبه فيصير يتعقم. لو حطيته كذا ما بيشحن أكيد، ولكن إذا حطيته كذا هذا الشحن أثناء التعقيم. فكرنا إنه يكون سماعة أيضاً، ولكن ما هو بسماعة. المنفذ اللي موجود ورا هو منفذ USB Type-C، ونتكلم أيضاً على إنها تقتل حوالي 99.9 من الجراثيم اللي تيجي من اليد والجسم وكذا. بس هذه أحد الأشياء اللي لقيتها هنا في مؤتمر MWC. هذه اسمها أوبليو، هذه تعقم جوالات وتشحن في نفس الوقت. تشحن جوالك وعقمه يبيلك ساعة، عشان نص ساعة جهة ونص ساعة جهة ثانية. نهاية الفيديو كالفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.